بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. واصلت قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية ضد الميليشيا الحوثية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة. مصدر عسكري قال إن قوات الجيش وسعت هجومها على تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثي شمال غرب مدينة باقم، واستمرت بتضييق الخناق عليها من ثلاثة محاور أهمها قبالة جبال العضيدة امتدادا إلى جبل ردمان. حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في الجبهة الشمالية لمحافظة لحج. مصدر عسكري قال إن قوات الجيش سيطرت على جبل الكوكب في مديرية القبيطة بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتدمير آليات عسكرية تابعة لها. دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإنقلابية شرقي الحديدة. المواجهات اندلعت إثر محاولة هجومية للميليشيا وتركزت في محيط منطقة كيلو 16، وكانت قوات الجيش والمقاومة نفذت عملية تمشيط في مواقع شرق مدينة التحيتة وغرب مدينة الزبيد، وتمكنت من تطهير عدد من المزارع من فلول الميليشيا الحوثية. حين يغدو الموت أمنية، عنوان تقرير يتحدث عن التعذيب وجرائمه في اليمن. التقرير أطلقته رابطة أمهات المختطفين خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بتعز. ووثقت الرابطة في تقريرها 950 حالة انتهاك بحق المخطوفين في عموم محافظات اليمن منذ العام 2016، وتصدرت العاصمة صنعاء المركز الأول بين المحافظات، تلتها محافظات الحديدة وإب وذمار وتعز وعدن. وأوضح التقرير أن حالات القتل تحت التعذيب والتصفية الجسدية الموثقة في أماكن الاحتجاز بلغت 128 حالة، منها 71 حالة تعذيب وذلك حتى الموت، و48 حالة تصفية وإعدام في السجون. وطالبت رابطة أمهات المختطفين بإيقاف التعذيب في اليمن بكل أشكاله، وتمكين المختطفين والمعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، ومحاكمة الجهات المنتهكة التي قامت بالاختطاف والإخفاء والتعذيب والقتل. كما طالبت بتعويض ضحايا التعذيب وعائلاتهم وحماية عائلات المختطفين والمعتقلين. أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وثمنت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الجانب. وقالت الحكومة في بيان إن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحفي خاشقجي ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث. وعبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها للسعي البعض لتسييس القضية وحرفها عن مسارها بهدف النيل من الحكومة السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة. انطلقت قافلة إغاثية رسمية وشعبية من محافظة مأرب لإغاثة المتضررين في محافظة المهرة جراء العاصفة لوبان التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية. وتشمل القافلة 147 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والطبية. كما ضمت القافلة فريقا طبيا برئاسة مدير عام الصحة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي للمساهمة في تقديم الخدمات العلاجية للمتضررين من العاصفة. وتسببت العاصفة وفقا لتقرير حكومي أولي في وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين وتشريد أكثر من 3000 أسرة. نهاية الموجز، في أمان الله.